الجواب على هذا هو أنها إن كانت ليس هناك أي محذور من خوف أو عدم ارتياح وأنس في بيت زوجها، إن لم يكن هناك شيء من ذلك، فيجب عليها أن تقضي عدة وفاتها في بيت زوجها الذي توفي فيه. فإن كانت تخشى على نفسها وليس هناك من يؤنسها في بيتها وطفلاها صغيران لا يؤنسان، فبناء على هذا فنقول لا بأس أن تقضي عدة وفاتها في بيت أبيها.